مشاهدينا الكرام، انتهت قبل قليل وقائع المؤتمر الدولي الثاني للمياه الذي انعقد في بغداد. الآن ننتقل إلى البيان الختامي لهذا المؤتمر. أكيد اليوم الأول واليوم الثاني شهد العديد من البحوث والمشاركات القيمة من مختلف دول العالم، ومخرجات هذا المؤتمر إن شاء الله سوف تنشر في موقع المؤتمر، ولكن نستطيع أن نلخص جزء منها. إنها تؤكد على دعم دولة المصب العراق في مساعدته لمواجهة هذه التحديات، دعم دولة المصب في استحصال حقوق المائية في ظل تغيرات المناخ، مبدأ تقاسم الضرر ضروري جدا. سيكون هناك أيضا واحدة من هذه المخرجات هو تأييد توجه العراق في مسألة التحول من نظام الري المفتوح إلى نظام الري المغلق، وهناك العديد من المنظمات ودول العالم أبدت استعدادها لتقديم الدعم الفني والمادي للعراق في المضي في هذا المشروع المهم الذي نعتقد أنه كفيل بمواجهة تحديات التغيرات المناخية والشحة. من خلال المؤتمر والبحوث الدولية والإقليمية والبحوث العالمية لاحظنا أن موضوع التغيرات المناخية كما أسلفنا سابقا أنها حقيقة واقعة وسوف تستمر لفترة غير منظورة، لذلك على الجميع أن يعي أهمية المحافظة على كل قطرة مي ولا يجوز تبذيرها بكل شكل من الأشكال. الوزارة حريصة، لديها سياسة ولديها إدارة متكاملة لهذا الملف. لا نريد أن نزرع الرعب، ولكن يجب أن ننبه أن التغيرات المناخية حقيقة واقعة، يجب على الجميع أن يعي هذا الشيء. الموضوع مهم جدا، بتعاون الجميع سوف نتمكن من تجاوز التغيرات المناخية. الحكومة العراقية حريصة على تجاوز هذا الموضوع المهم من خلال الورقة الخضراء التي أعدتها الحكومة والتي هي الآن قيد المناقشة، بها الكثير من الحلول لغرض تجاوز أزمة التغيرات المناخية. بالتأكيد التغيرات المناخية تصيب كل دول العالم، ولكن دولة المصب بالدرجة الأساس يظهر تأثيرها بشكل مباشر. لذلك أشرت آني في اليوم الأول أن يجب على الجميع الجلوس مع العراق، مساعدته مساندته بدون أي شروط، لا نتكلم عن أي شرط. التغيرات المناخية تصيب كل الدول، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون. العراق كما يعلم الجميع قاتل نيابة عن العالم من عام 2014 إلى أن تمكن من تحرير أرضه. في هذا الوقت كل العالم استشعر تغيرات المناخ وبدأ يتخذ إجراءات، وكان العراق يقاتل لغرض تحرير أرضه ونجح. لذلك من غير المنصف أن يقال على العراق أنه يقوم بهدر المياه خصوصا خلال الفترة من عام 2014 إلى أن استكمل تحرير أراضي في عام 2017 أو 2018. الكل يعلم تدمرت منشآت السيطرة المركزية للمياه، هناك سدود احتلت، هناك سدات تم تفجيرها، أخذ من عندنا وقت تقريبا 5 إلى 6 سنوات لإعادة تأهيلها، وتمكنت الوزارة حقيقة بجهودها وبدعم من الحكومة العراقية من إعادة تأهيلها وإدخالها للخدمة، وبدأنا نعيد أوراقنا من جديد لغرض مواجهة هذا الموضوع. لذلك ضروري نعتقد أنه بات ضروريا أن المجتمع الدولي يمد يد المساعدة إلى العراق، لأن العراق وحده لا يستطيع. التغيرات المناخية حالة إقليمية كبيرة، لا تستطيع أي دولة بالعالم أن تواجه هذه التغيرات مهما تكون لديها من إمكانيات إلا بتعاون الجميع. لاحظنا هذا الموضوع من خلال كل البحوث التي أطلقت، وهناك من يقول أن العراق متأخر في موضوع الري الحديث أو المشاريع الروائية. لا، بالعكس، العراق من أوائل الدول الذي سعى إلى الاهتمام بالقطاع الأروائي بشكل خاص، وزيارتنا يوم غد من اليوم الثالث للمؤتمر هي لإطلاع جميع ضيوف العراق على تاريخ كبير للعراق من ناحية المشاريع الأروائية، كسدة الهندية القديمة أنها نفذت من قبل عام، يعني المعلومات الأولية نفذت على 3 أنواع من السدود، آخرها في عام 1913. فالعراق مليء
بتاريخ عريق في هذا الموضوع، ولكن ما حصل بالعراق من آثار الحروب والسياسات المخطوئة للأنظمة السابقة جعلت العراق يبدو ضعيفا، يبدو ضعيفا، ولكن العراق إن شاء الله يبقى قوي بإسناده من أخوته من المجتمع الدولي، وهذا أكيد ما 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 نبحث عنه. مخرجات المؤتمر والتوصيات أيضا تؤكد على أنه عدم رمي المياه الملوثة ومحاولة إعادة استخدامها هذا شيء كبير. هناك الاعتماد، هناك أيضا بين التوصيات أن يتم تأسيس بنك إقليمي للموارد المائية، ليس بنك خاصا بمبالغ مالية وإنما بنك معلومات. الحالة كبيرة جدا، لذلك تعاون جميع الدول، تعاون جميع الدول الأجنبية، الدول العربية، الدول الشقيقة لمساندة العراق في ظل هذا الموضوع. ونوعد الجميع أن الوزارة حريصة كل الحرص على أن تقدم كل ما لديها لدعم القطاع الروائي، وبالنتيجة سوف ينعكس إيجابا على دعم القطاع الزراعي. ولكن الكل يعلم أن المياه تتكون ولا تصنع، لذلك علينا أن نتعامل معها بحذر شديد وباهتمام كبير. نأكد مرة ثانية، نشكر تغطياتكم الإعلامية، وهذا شيء حقيقة مهم جدا. السلطة الرابعة لها دور كبير في دعم جهود وزارة الموارد المائية. نقدم حقيقة الشكر الجزيل إلى كل وسائل الإعلام اللي ساندتنا من اليوم الأول وهذا اليوم، وإن شاء الله يوم غد أيضا يكونون معنا حتى نطلع العالم على تاريخ هذا البلد العظيم. أنا أشكركم، شكرا جزيلا. يعني أجي على الشطر الأول من سؤالك فيما يخص طبيعة العلاقة مع الجارة تركيا والجارة إيران. واضحين احنا في طبيعة العلاقة مع الجارة تركيا، هناك تفاهمات كبيرة، هناك عمل على مدار الساعة للتوصل لتحديد الحصص المائية ومساندة العراق، هذا فشيء واضح. الجارة تركيا ما زالت لحد هذا اليوم تشاركنا الضرر، إطلاق الكميات من خزينها وصلت إلى أيضا إلى مناسيب متدنية، ولكن ما زالت، وأعلنها المبعوث الخاص الرئيس التركي سيد فيصل أوروغلو أنه لن يسمح للعراق أن يصل إلى مرحلة من شحة مائية، وهذا فالشيء حقيقة ليس بجديد على السيد فيصل أوروغلو أو على جارة تركيا في دعم العراق في هذا المجال. للأسف كنا نتمنى أنه جارة إيران تحذو نفس هذا الطريق، ولكن لم نتلقى أي استجابة، وكان من المفترض أن يكون لديهم وفد أعلمونا رسميا، وأيضا للأسف لم يحضر هذا الوفد للمشاركة في المؤتمر. نأمل أن تكون يعني المانع خيرا بالنسبة لجارة إيران، ولكن بالتأكيد نحن مع جارة إيران تربطنا الكثير من المصالح، الدم المشترك، الكثير من الأمور. جارة إيران كان لها دور كبير في مساعدة العراق أثناء الهجمة البربرية لداعش الإرهابي، ولا يمكن لأي عراقي شريف أن ينكر الدور الكبير التي قامت به جارة إيران. لذلك نتمنى عليهم أن يستمر دعمهم إلى العراق من خلال مشاركتنا بالضرر الحاصل بالموارد المائية. نأمل منهم إن شاء الله في القريب العاجل أن تكون هذه الاستجابة موجودة. الشطر الثاني من سؤالك موضوع مذكرات تفاهم، بالتأكيد وقعنا ثلاث مذكرات، وهناك أيضا مذكرات أخرى سوف توقع إن شاء الله خلال أسبوعين. هذه المذكرات يتضمن دعم فني ودعم مالي إلى العراق في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، في تطوير القطاع الروائي، في بناء القدرات. نحن في أمس الحاجة إلى إعادة بناء قدرات كوادر وزارة الموارد المائية لنقل مفهوم التغيرات المناخية. التغيرات المناخية حالة جديدة حصلت قبل أكثر من 10 سنوات، هذا الموضوع شيء جديد على كل العالم، ولكن العالم سبق العراق، والعراق كان مشغول في الإرهاب ومحاربة الإرهاب.
لذلك الدول اكتسبت خبرة، تحاول وأبدت مساعدتها أن تقدم هذه الخبرة مجانا للعراق. فنقدم الشكر حقيقة إلى كل من ساندنا وكل من دعمنا في كل مذكرات تفاهم التي حصلت.